أحمد، كان يوم 17 بداية الحرب. وصل إما كان عندي في الدار، كان معطل، فوصل إما على رام الله، وبعدين أجا على الدار وطلع من هان تقريبا 11 إلا ثلث، 11 إلا ربع هذا الشيء. وبعدها بالعادة هو بطلع، يعني عرفت علي كيف. صرنا مثلا العصريات نرن عليه على تلفونه وما يردش، وسمعنا خبره وينته الساعة 5 المغربيات. يعني طبعا احنا ما يعني تفاجأنا. هذا اللي صار، استشهد عند مستوطنة غرب رام الله لبن الغربية، اسمها اظني أرييش، واسمها بالضبط ما بعرفش. كان محمد يشتغل في بنك فلسطين، له سنتين، تخرج زمان، يعني عمليا اشتغل 3 سنوات، درس في بير زيت وخلص من بير زيت. والله هالكتاب احنا يوم ما صرنا نرن عليه التليفون صار هواجس داخلية ان في اشي، في خلل، يعني مش مرة ولا مرتين رن، بعدين اخوه اما فصار عندنا هواجس. هالكيتا في لبنت ديانا اسمها بترن عليه، هذا الحكي يعني تقريبا الساعة 5. طب وكلها شرطي اسرائيلي، محمد مات، محمد مات. وبعدين بعد نص ساعة ساعة زمان اجوا هنا الناس واشي، لغاية اليوم يعني هي وصار لها 6 شهور ونص. بتذكر يوم في نفس اليوم اجى الخبر، كيف كذا، صعب اشي لا يوصف، يعني اشي مؤثر. الابن غالي. انا عندي ولدين، محمود اللي كاد هنا ومحمد رحمة الله عليه، يعني عاش عندي 24 سنة. يعني اقول لك بس الواحد يكون عنده وموت بتأثر عليه. فما رأيك، ابن ربيته 24 سنة، يعني حاليا مثلا جوايا أخو محمود مثلا ببين ليش أكون أنا متأثر جوايا، يعني بتذكر تيبك تخرج معه تيب. رب مثلا تعلم في بير زيت، خلص 24 سنة، خلص بير زيت واشتغل في البنك، ويعني صعب. والله يرحمه، شو بدنا نسوي احنا، زينا زي لا هو اول شهيد ولا اخر شهيد، هو كان اول شهيد في الحرب، اول واحد كان اللي هو 17 اول شهيد بكى، وبعدها لحكت القافلة. والله كان فجوة هالدار طيب عادي، يعني ابن، يعني بكى مثلا كل يوم روح رن عليه. محمد روحت بدي تجيب لي مثلا خبز اسمر من رام الله، بدي تجيب لي كذا، بدي. شو ذكريات، يعني ابن. يعني مثلا سنة الحياة، إذا مات الأبو سنة الحياة، أنا أبويا مات وأمي ماتوا، بس سنة الحياة هذا ولا خلص، وضع طبيعي ربنا، يعني خلص بدهم يموتوا. بس يوم الابن روح فجأة من حياتك كان المشكلة. والله فيش واحد بيعرفه، يعني جيراننا البلد هان جوا، بإمكانك وانت مروح مثلا تسأل الناس محمد جربوعة، فيش واحد بيعرفه إلا بقول الله يرحمه. لكن لا مشاكل مع حدا، ما بكاش، إنسان طيب، إنسان جوا طيبة، عرفت، لا في مشاكل ولا نهاية، من دارة للبنك، من البنك على الدار وعلى. أجاني خبر استشهاد محمد، كنت في الدار، وصلني يومتها على رام الله، كنت بدي أطلع على رام الله، كنت لبدأ أغيب عن رام الله ساعة زمان، كان اللي بواصلت يمه، قلت له وصلني وبعدين روح على الدار. وانا بعد ساعه روحت على الدار، سالت ابو وين محمد، قال لي طلع في السياره، بس اتصلت عليه ما بردش علي،
بعد ساعة ساعتين رديت رنيت عليه، يعني هو عوايده انه يرن علي، يعني اني يعني ارد ارن عليه كل يوم هيني جاي. خفت عليه، فكرت اني سبها لسه. بعدين ضليت ارن عليه ارن عليه، قلت له اخوي محمود رن عليه، بجوز مش سامع تلفوني، رني يا ديانا بجوز رقم غريب يرد، ليش محمد ما بردش على التلفون. بقى الساعة 5 حوالي رن واحد يهودي على تلفون اخته، قالها ان محمد مات. هلا احنا ما صدقناش، ان يعني ما استوعبناش ان محمد مات. وين مات محمد؟ فكرنا ان حتى واحد بتخوت في الاول. بعدين رد رن علينا، قالنا ما ترنوش محمد مات. وكان بكاين مستشهد الله يرحمه الساعة 12:30، يعني مع انه طلع من الدار على 11. شو اللي صار معه ما بنعرفش، شو اللي صار معه، كيف ليش راح غاد ما بنعرفش، لسه هلا ما بنعرفش شيء عنه. يعني انا اما مش عارف وينه. حسيت انا فكرت سوي حادث، يعني مع السيارة قلت لازم الله سوي حادث، بس هذا اللي خطر في بالي. اما ان محمد يروح عند اللبن الغربي ولا يصير اشي معه، او انه يطعن زي ما بيتهموا انه في طعمية طعن، او انه لفكوا له التهمه هذه. محمد مش من النوع اللي فيه سياسي ما سياسي، يعني من الشغل للدار، من الشغل للدار. الولد هادي ممكن تسالوا عنه، الولد هادي من الشغل للدار. حتى صار له اصحاب من يوم اشتغل في البنك، 3-4 اصحاب. يعني الولد طبيعته طول عمره هادي، يعني بيتوتي بصراحه. يعني موت لهلا انا مش مستوعب انه استشهد لهلا، لانه كان في الدار. اي والله بديش اضل في الدار. الله يرحمها، ايش كثير مشتاق. يعني عشان حتى ما سلمناش، يعني مش مصدق انه مستشهد، يعني مش مصدق. جوز انت مصدقنيش. الله يرحمها. هلا مش متخيل ان محمد دش يرجع على الدار. حتى انا رحت وين؟ رحت على ارتباط، رحت على الصليب الاحمر، ما فيش حد بفيدني. طب حتى يوم انا اروح كان بدهم يطردوني، يقولوا لي ليش جايه ليش جايه. طب انتوا وين التنسيق؟ وين حتى ما قالوا ليش وينه، يعني وين هلا مش عارفين وينه. فيش من مره جواب. حتى سيارتي اخرى معه، ما فيش ولا إشي لا حس ولا خبر. يعني أنا بستنى، يعني بمشي في اليوم تمشي بجوز ما تصدقوش. يعني حياتي مش طبيعية، بطلع كثير صرت، يعني بطلع عند أمي بطلع حين عشان أقضي اليوم روحي بسرعة. شو بدي أسوي؟ هذا قدر الله، نتحمل. كثير إلى ذكريات، والله قسم بالله إني بكى أروح من البنك، يعني بكى أروح 4:30 5 إلا هيد ما هيدا. شو طبختي نايم محمودي كل يوم محمود؟ أقول لها أقول لها أحط لك يما، يقول لي لا أنا بحط، ما تغلبيش حالك يما أنا بحط لي الفطور. يوم يقعد جمعة وسبت أقول لها بدي أسوي فطور. أغلب المرات بكى مسوي، أغلب المرات كل أنا بدي أسوي، تغلبيش حالك يما محمود أنا بسوي لي. وكان ينظف ديال الدار ويسوي لي، وعمره ما قال لي ايش يما ايش يما، يعني ما عمره. يعني الولد كان عادي وهادي والله بعلم فيه، كان منيح كثير، يعني كان عاكل الولد. الولد كان عاكل، يعني عاكل. الله يرحم روحه ويرضى عليه ويجمعنا فيه في جنات النعيم يا رب، يصبرنا. والله كل يوم بتذكر فيه، بتذكر يوم بقى يقعد مع خواته وعلى التلفزيون ويحضر باب الحاره، قلبك يكون لي بعيد 20 مرة يما، وهات السيارة يا محمود وهيد عادي. بدي أقول لك نقعد برا احنا وياه، يلا بعلم كيف ربيته. أنا في خلص التوجيه كان معدل 92، خلص الجامعة كان معدل 82، اشتغل شوية بعدين راح أقدم للبنك فلسطين. حتى أنا كنت بالصدفة رايح على البنك بقول لهم بتشوف يعني موظفين، بيقولوا لي اللي بدنا خلي ابني تيجي يقدم هلا الطلبات، يعني اذا بده راح اقدم. الله يسرها معه، كان شاطر يعني
وكبلوا بلش هالولد وكان مبسوط في شغله يعني السير كان مبسوط يعني اشتغل في بنك فلسطين سنة وعشرة أشهر شهرين كان دين ثبت وكان كثير مبسوط يعني أخوي بتعرف يعني شباب وإحنا صغار كان هو باعتبار يعني السند ما حد يكون في عنده أخ في كل إشي كنا نعتمد على بعض يعني حتى موضوع الشغل الأرض البناء كل شيء كنا دائما إنه نساعد بفقد على أتفه الأشياء لما يكون مروح أنا مثلا متبضع جاب أغراض للدار دائما كنت أزمر إنه اطلع محمد ساعدني على أتفه الأشياء الواحد بتذكرها صراحة كنت دائما أزمر أقول هاي مثلا بيجي محمد بيجي مثلا بحمل أغراض وهو بيجي إنه بساعدني يعني الواحد شو بده يسوي غير إنه يصبر يحتسب أمره لله الحمد لله على كل حال في النهاية الصف القادم يعني ما حسناش إلا في رمضان ولا في عيد مع إن العيد لازم الواحد يفرح فيه هذا إشي يعني تعليم من عند ربنا يعني بس صعب الإشي يعني هالكهوة وهالتمر يعني برضه عشان برضه أوضاع غزة وبرضه عشان محمد